يا أخواننا لابد أن نعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تتعلم تعمل. تتعلم تطبق. أخذنا الآن آداب الاستئذان، آداب دخول المنزل، آداب دخول المسجد. نعم. نريد نتعاون في أن نعمل بالشريعة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله على نبي محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. سبحان الله سبحانه وتعالى أكدال كتوفيق هاين سداد وإن أتوى تاو تايم بان ترام تراو.